أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 131 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3883 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 20723 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق نفس المصدر 498 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 159 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.